مسلحون ملثمون وإطلاق للرصاص عشوائيا. عرض عسكري لقوات الفجر يثير موجة انتقادات في لبنان بعد ظهور مسلحيها في تشييع جثماني عنصرين في الحركة قضيا باستهداف سيارتهما قبل أيام بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي. ردود الفعل السياسية والشعبية في لبنان أدانت ما اعتبرته تكريساً لمنطق السلاح المنفلت، ورفضت استباحة الأراضي اللبنانية لخدمة إيران على حد قولهم. فالمواجهات المشتعلة في جنوب لبنان منذ أكثر من 200 يوم أعادت إلى الواجهة أجنحة مسلحة لأحزاب لبنانية لتلعب دوراً عسكرياً بمشاركتها في الحرب التي أطلقها حزب الله تحت شعار وحدة الساحات. ولعل أبرز هذه الأجنحة هي قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية، حيث تشارك في الأعمال العسكرية جنوب لبنان إلى جانب فصائل فلسطينية على رأسها كتائب القسام التابعة لحركة حماس. أهالي بلدة بنين قالوا إن مسلحي الفجر ليسوا من أبناء البلدة، والمؤيدين للحركة التي أسسها القيادي في حماس صالح العروري قبل أن تغتاله إسرائيل مطلع العام في بيروت ليسوا بأكثرية، لكنهم قالوا للعربية إن حزب الله استفاد من الفراغ السياسي على الساحة السنية ليستغل أبناءنا ويستبيح مناطقنا خدمة لإيران.